سمير شاب فلسطيني في أوائل الثلاثينات يعيش في إيطاليا. ما بدأ كمحادثة عادية على الإنترنت بينه وبين فتاة غريبة عنه كان له عواقب لم يكن ليتخيلها. حدث ذلك عندما كنت وحيداً في المنزل. أضافتني تلك الفتاة على فيسبوك. كانت مثيرة للغاية. تلك الليلة بدأنا الدردشة سوياً عبر سكايب. قالت لي إنها تشعر بالإثارة. استلقت على ظهرها وبدأت تمارس العادة السرية. فبدأت أفعل نفس الشيء. مع فتاة كتلك تفقد عقلك بسهولة. بعد انتهاء المحادثة تلقى سمير رسالة على فيسبوك. الرسالة كانت كالتالي: اسمع، أنا رجل، لقد سجلت لك فيديو وأنت تمارس العادة السرية، ولدي قائمة بكل أفراد أسرتك الموجودين على فيسبوك. لم يكن أمام سمير سوى أسبوع واحد لدفع 1000 يورو، وإلا سوف يتم نشر الفيديو. هذه ليست حالة فردية، آلاف الرجال يقعون في فخ كهذا يومياً، جزء كبير منهم من الدول العربية. تقدر السلطات في الإمارات العربية المتحدة أن أكثر من 30,000 رجل من منطقة الخليج وقعوا في مصيدة الجنس على الإنترنت. عند البحث عن منبع عمليات النصب تلك، وجدنا أن عدداً ضخماً منها يأتي من مكان محدد، مدينة صغيرة في وسط المغرب تدعى وادي زم. توجهت إلى وادي زم في محاولة لمعرفة المزيد عمن يتخفون وراء صور فتيات الإنترنت، ويبدو أن الكثيرين هناك حققوا أرباحاً ضخمة من أعمال النصب. يقدر عدد مكاتب تحويل الأموال بأكثر من 50 مكتباً، وهو رقم غير اعتيادي في بلدة بحجم وادي زم. أصحاب مكاتب تحويل الأموال هنا والعاملون فيها تحدثوا إلي، ولكنهم رفضوا التسجيل أمام الكاميرا وقالوا إنهم قادرون على التعرف على الأموال القادمة للعاملين في عمليات النصب الإلكتروني. أحدهم قال لي إنه يتم التعامل يومياً بمبالغ تقدر ما بين 1,000 إلى 8,000 يورو في اليوم الواحد للمكتب الواحد. ليس من السهل الوصول لأصحاب ذلك النشاط. بعد عدة محاولات وافق أحدهم على التحدث إلي شرط عدم الكشف عن هويته. نقطة الضعف ديال العرب راهي الجنس، دونك تمشي لهذيك نقطة الضعف ديالو وكتستغلو، ونقطة الضعف الثانية اللي كتكون عنده هو كيكون مثلا مجواج ولا كيكون، دونك كتبقى تهدو به. الدول العربية اللي عندهم البترول هذوك أسهل دول في الاستهداف، كما كنسميو حنا كنسميو مثلا يعني بكل خير. أسمحوا لي على الكلمة هذه، ولكن الواقع. عمر وغيره من المبتزين أصبحوا متمرسين في استهداف ضحاياهم. مثلاً كاين شي ناس كيكون يعني أصحاب دين، يعني شي شيخ ولا شي حاجة يعني حامل القرآن، وهذه يعني محال شي يقدر يوقع في الفخ. أجي نجرب معه، كجربش كيطيح في الفخ. يستدرج المحتالون ضحاياهم باستخدام مقاطع مسجلة لفتيات من المواقع الإباحية. كنطلب منه أنه يعني يشلح ملابسه، يعني يدير حركات اللي كيكونوا مع إباحيين مخلة، ضروري كيبانوا غير الأعضاء دياله، كيبقى يدير في حد الحركات ولا شيء، دونك داكشي كيبقى مصور في فيديو، دونك تصور داكشي مع الوجه دياله باش كيبان الفيديو يعني عنده مصداقية أكثر. ديك الساعة كيبدا التهديد، عندك ثلث ساعة غير هضرة، ثلث ساعة فيديو، ثلث ساعة تهديد. كلهم بيدفعوا. كلهم بيدفعوا. قال عمر إنه يرغب في التوقف عن ممارسة الابتزاز، وإنه يبحث عن عمل مشروع. ميدان الشهداء في وسط المدينة شهد الصيف الماضي احتجاجات يومية للمطالبة بالتوظيف. الباحث القانوني أمين السعيد وهو من أبناء مدينة وادي زم قال لي إن البعض يرون في عدم توفر فرص العمل مبرراً لممارسة النصب أو الأرناك كما يطلق عليه هنا. الشباب حينما يقوم بالأرناك ولا يقوم بالأرناك من أجل الترف أو من أجل الهواية، إنما هناك دافع اقتصادي، دافع اقتصادي اللي هو التهميش، اللي هو الفقر. الشاب لا يجد
حتى يعني ثمن شراء خبزه. العامل الثاني هو التراجع ديال التحويلات ديال 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 السكان ديال مدينه غزه الموجودين في الخارج نتيجه الازمه الاقتصاديه، هذا كان عنده اثر. تقع وادي زم في منطقة خريبجا التي تحتوي على أحد أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، ولكن سكان المنطقة يقولون إنهم لا يحصلون على وظائف كافية في صناعة استخراج وتكرير الفوسفات المحلية. نحن كشباب لا نستفيد، كوننا أبناء هذه المنطقة لا نستفيد من هذه الثروات التي تزخر بها مدينتنا ومنطقتنا، فقط نستفيد من الجانب السلبي، يعني هذه الاستغلالات تساهم في انتشار الأمراض كالسرطان كالربو هشاشة العظام سرطان الأسنان، يعني لا نستفيد شيء سوى أمور سلبية. نحن نعرف أن ضحية واحدة على الأقل من ضحايا النصب الإلكتروني انتحر من شدة العار. تؤكد السلطات المغربية إنها تلاحق المحتالين عندما تتلقى شكاوى رسمية مقرونة بالدليل. رضا الماوي، BBC، وادي زم، المغرب.